الصباحي. وصلنا لمحطتنا الختامية اليوم، يعني قد لا نرى في الحقيقة لو قلنا أن رواسب عصر السرعة قد امتدت لتلامس كافة جوانب حياتنا الإنسانية وتلقي بظلالها عليها، فسريعا ما نكتسب صداقات جديدة، زمالات عمل، علاقات حب وغيرها. لكن يبقى السؤال الأهم من البدء بتلك الروابط هو الحفاظ عليها أو كيفية بنائها بشكل صحيح. واليوم بصباحنا غير اللي عم يكتسب حلة استثنائية وطعم غير، والحديث رح يكون عن تقنيات فعالة لتواصل واضح وناجح مع الكوتش كريستينا كشر، خبيرة تدريب مختصة بالتواصل الفعال والقيادة وبناء القدرات وأول متحدثة تحفيزية بسوريا. يسعد صباحك كوتش، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. أهلين، صباحكم سوري بامتياز أريج وميسان. شكرا لك كوتش. يعني قبل ما نبدأ حديثنا مع حضرتك رح نتابع لمحة عن الكوتش كريستينا كشر ونرجع لنكمل حديثنا. يلا. خبيرة التدريب كريستينا كشر، خبيرة تدريب وتوجيه مختصة بالتواصل الفعال وتطوير المهارات القيادية والإدارية وببناء القدرات، وأول متحدثة يعني تحفيزية في سوريا، حاصلة على شهادة مدرب وطني معتمد من وزارة التنمية الإدارية في سوريا. بيان مهمتها أن أكون صانعة التغيير في الحياة العملية والشخصية للناس لأصنع التطوير الفعال داخل وخارج سوريا. دربت إلى اليوم أكثر من 130 شركة ووزارة وجهة في سوريا ولبنان، كما قامت بتدريس مادة مهارات التطوير الشخصي في جامعة دمشق. عينت رئيسة جلسة ودعيت لتكون محاضرة ومتحدثة في عدة مؤتمرات وورشات عمل محلية وعالمية، كما شاركت في عدة لجان تحكيم ضمن مسابقات وطنية رسمية كلجنة تحكيم مسابقة وزارة الخارجية في عام 2016. أول عربية يتم ذكر قصة نجاحها ضمن قصص النجاح العالمية لاستراتيجية المحيط الأزرق في عام 2017 إلى جانب خبراء عالميين. حاصلة على 3 جوائز عالمية من النمسا وتونس ومصر بالتفكير الإداري المبدع، وتم اختيارها من قبل مجلة الاقتصادية ضمن لائحة 60 امرأة سورية حديدية لعام 2011. كرمت في عام 2013 من قبل رئيس جامعة دمشق وعيادات العمل في الأمانة السورية للتنمية لجهودها التطوعية في تطوير وتدريب الشباب السوري، وتم تكريمها أيضاً من قبل عدة جهات سورية. أطلقت برنامجها الإذاعي التحفيزي فينا مع كريستينا على إذاعة ميلودي اف ام على مدى 3 أشهر في عام 2017، ويتم الإعداد لموسم ثاني منه. كوتش كريستينا، يعني نحن اليوم نتشرف بوجودك معنا اليوم، وقبل ما نحكي عن مهارات التواصل الفعال، ما أهمية التواصل الواضح بحياتنا؟ إذا بدنا نحكي عن التواصل قبل ما نحكي عن أهمية وضوحه، منقول إنه التواصل هو المحرك الأساسي لعلاقات صحية، وهو أساسها لعلاقاتنا البشرية. تواصل أفضل يعني علاقات صحية، يعني ترك أثر فعال عند الآخرين، يعني خسارة معنوية أقل، ويعني سمعة أفضل. هي إذا بدنا نحكي عن التواصل. طب كوتش، يعني إذا نحن بدنا نحكي عن العوامل اللي هي بتساعدنا لنبني علاقة صحية وطويلة الأمد، شو هن العوامل؟ أوكي، وكنا رح نحكي كمان على الوضوح. تماما. فأنا كتبت اليوم الصبح جملة عن أهمية الوضوح بالعلاقات، إن كانت هاي العلاقات هي علاقات صداقة، إن كانت علاقات في العمل زمالة، إن كانت علاقات عاطفية، إن كانت علاقات بين زوجين أو عائلية. الوضوح، كتبت اليوم الصبح، الوضوح من أول الطريق وعلى طول الطريق. هذا كتير مهم. تماما. والتواصل الواضح هو المفتاح الأساسي، يعني الماستر كي مثل ما منقول، للعلاقات الصحية بين الناس. مشان هيك أنا بؤمن بالتواصل الشخصي وجها لوجه كأوضح أسلوب بالتواصل، لأنه عم يكون فيه تنس بين الناس.
طب كيف يكون الوضوح؟ يعني ايه تنس فيه ككلام ملفوظ وكلغات جسد. فانت عم يكون الوضوح ميسان لانه انت عم تشوفي الشخص عم تاخدي استجاباته وردود فعله بشكل مباشر وحي، يعني مثل ما نحن هلا على الهواء لايف لايف، فعم تاخدي. بؤمن بالتواصل الهاتفي اذا اضطرينا، و الكتابي إن كان إيميل أو تشات على الموبايل بنصح نستعمله عند الضرورة فقط. تماماً، هالنقطة كتير مهم نركز عليها كوتش. يعني دايماً منشوف معلومات يمكن منقراها إن كان عبر الفيسبوك أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه النقاشات اللي بتكون بالتشاتينج ما أنا كتير محبذة، لأنه أكيد رح توصل بالنهاية لمشكلة، لأنه أنت ما عم تشوفي ردة فعل الشخص، ما عم تحسي بنبرة صوته وتعابير وجهه. كمان قديش هالنقطة ممكن نركز عليها؟ صحيح أريج، لما مثلا بالكتابة بتقولي مثلا إيه أو لا أو يمكن، ما عم يكون فيها نبرة صوت وما عم يكون فيها تواصل بالعيون، في مشاعر. صحيح، ما عم يكون فيها شيء حي ومباشر لايف، فيمكن أنا فكر الشخص عم يقول إيه مو مثلا ايه عرفتي نبرة الصوت يلي او مثلا لا مو بالضرورة، او انا فكرة اذا كتابة انه لا تماما. عرفتوا هي الحدية اللي بتوصلها؟ هيك بدنا ايموشنات كتير يمكن. صح، الايموشن قد ما حطيناها بس ما كتير فعلا بتعبر عن المشاعر الحقيقية، وبضل واحد عنده شك انه يا ترى شو قصده. صحيح، حبيت هدول الايموشيكونز يلي الايقونات يلي بنسميها التعبيرية، خلنا كمان نحكي عنها، انه هي بتعادل، يعني تعمل معادلة شوي مع الكتابة. فلما تقولي مو بالضرورة وتحطي ضحكة خلص وزنتي ولقيتي معادلة. سألتيني شو اهم العوامل، ما هيك لبناء علاقة صحية وطويلة الامد، هنن عاملين ميسان. لما نسأل حالنا شو لازم لتكون علاقاتنا صحية، لتكون علاقاتنا طويلة الأمد، لأنه حلو العلاقة تكون طويلة الأمد، أجروا الخبراء والمحللين النفسيين دراسات وبحوث على مختلف أنواع الناس لمدة 5 سنوات من سنة 2011 لسنة 2016. سألوا الناس ببدايتها للدراسة إنه يقيموا شريكهم بالعلاقة شو ما كان نوع العلاقة من 1 ل10 بالنسبة لسبع محاور، مثل مثلا رح أذكر لكم بعض المحاور. قديش هالشريك عنده إدارة فعالة للضغط النفسي تبعه؟ أنت بتقيمي شريكك من 1 ل10. قديش بيعرف وبيتفهم شريكه؟ شو نسبة تعبيره للآخرين عن مشاعره إذا كانت إيجابية أم سلبية؟ يعني ما نكتوم وغامض بمشاعره. قديش هو فعال بالتواصل؟ يعني هل هو مصغي جيد وما بينتقد وبيحكم بتسرع؟ وقديش عنده حل للنزاعات، يعني الكونفليكت ريزولوشن، قديه هو محل للنزاعات، يعني يضل مركز على الموضوع نفسه وعلى الحاضر ويسامح ويعتذر عند الضرورة. ومحورين آخرين. والنتيجة تبع هالأسئلة للناس عن شركائهم بالعلاقة تم دمجها بوصفة مع نسبة وصفة نفسية طبعا مع نسبة رضاهم عن العلاقة. رجعوا بعد 5 سنين بسنة 2016 عادوا نفس العملية مع الناس يلي كانوا لساتهم مع بعضهم. طلع انه اهم عاملين ومؤشرين يلي اخذوا اعلى النسب هنن التواصل الفعال بين بعض ومعرفة الشريك، يعني knowledge of partner مثل ما منقول. تواصل فعال بين بعض، نعرف كيف نسمع لبعض، كيف نتشارك أفكارنا مع بعض وما نحكم على بعض بل نعطف على بعض، من إلا الإمباثي واللي أخذ هلأ موضة رائجة بالعلاقات الفعالة. تاني شيء معرفة الشريك knowledge of partner، نعرف شو بيحب، رغباته، اهتماماته، احتياجاته. يعني لنفرض زوجة ما بتحب كرة القدم بس زوجة مهووس بكرة القدم، شو عليه إذا شاركته حضور لعبة هالساعة ونص أو الساعتين؟ شو عليه إذا عملت له شاي مع
صحن بوشار وقعدت جنبه وحضرت، لو ما تشجعت وتفاعلت، بس هو انه انت تحت سقف واحد معه لهذا الشيء، هيك يعني نشاركه اهتماماته. ومعرفة الشريك بيجي ضمن أيضا أنه نعرف شو بيكره شريكنا ونعمل له مبادرات بحبه، ونتجنب نحكي عن أمور حساسة لإله، يعني ما نضرب على وتره الحساس. يعني كمان بهمنا نعرف منك كوتش كريستينا، شو هي أهم المحاور لبناء علاقة ناجحة، إن كانت مع الشريك أو كانت مع زملائنا بالعمل أو مع أصدقائنا القريبين منا؟ قال سألوا صديقين، وهي قصة سورية، أنا بحب أحكي عن قصص النجاح السورية دائما بدنا نحكي عن قصص برات بلدنا من مجتمعنا، يعني عليك بتاخد نكهة أخرى. سألوا صديقين علاقتهم متينة كتير وثابتة بالصداقة بعد مرور سنوات، لأنهم هن من الإعدادي بالمدرسة صديقين. قالوا له لواحد، شو سر صداقتكم المتينة؟ شو سر ثباتها لهي الصداقة؟ قال شوفوا هالجملة شو إلها أبعاد مهمة على هالمحاور. قال أنا بعرف صديقي شو بيكره أو بيتحسس وبتجنب أعمله، وهو عرف ببداية صداقتنا شو الأمور يلي معنا مفضلة عندي وبكرهها بالحياة، قام تجنب يعملها. أوكي؟ تجنب عن قصد طبعاً يعملها تماماً. واستمرت الصداقة متينة وثابتة. من المحاور الأهم هو الإصغاء الفعال، نسمع بأدنينا حكي الشريك وحكي الناس، ما يختلط الحديث مع بعضه 100%. نسمع بعيوننا لغة الجسد، فنحن عنا 4 أدنين بدون ما نقاطع، لأنه بس نقاطع بتعرفوا شو عم نوصل للطرف الثاني، عم نوصل له أنه أنا أهم منك، اللي بدي أحكي أهم من يلي أنت عم تحكي، هاي ما أنا محادثة وحوار وحديث، هاي مسابقة وأنا بدي أسبقك. ما بنعطي إحساس أنه نحن سمعانين، وهو هون بيصير عنده شيء أنه أنت ما عم تسمعني، يعني بتضايق 100%. تاني محور هام جدا التمتع بلغة جسد واضحة وفعالة، لأن لغة الجسد بالتواصل تاخد من 50-55% من فعالية إيصال الرسالة. ذكر، هاي رح تحبوها والمشاهدين رح يحبوها، ذكر اسم الشخص أكثر من مرة خلال التواصل معه للفت الانتباه. نعم، لأنه كل الأشخاص بتحب اسمها أكثر من للفت الانتباه. ميسان هو لبناء ألفة، تواصل فعال، لأنه إذا بدك تقنعي أو تفاوضي أنت كل ما عم تذكري اسم الشخص، بس ما نبالغ طبعا، مرتين ثلاثة يعني خلال قعدة، أنت عم تحاولي تتركي أثر عنده أكثر بالتواصل أو بالتفاوض والإقناع. يمكن ما بعرف كم مرة صرت ذاكرة اسمكم، لأنه أنا يلي بحكي بحب طبقه من المرحبة، من هذا الشيء كمان مهم. وعدم الحكم على الأشخاص واستبداله بالعطف بالإمباثي مثل ما حكينا، ما نتسرع بالحكم على الأشخاص، يا ترى نحط حالنا يعني دايما بدالهم ونقول يا ترى لو أنا كنت بداله كنت رح كون هيك بهالثبات والصمود. ما نحكم، هي نقطة كثير مهمة، يعني وقت الواحد يوضع نفسه مكان الشخص الثاني فعليا بحس حاله لا خفت شوي مشاعر الحدة، خفت شوي يمكن النظرة اللي أخذها عند الشخص الثاني، وبيصير بنوع من الألفة والصداقة أكثر. 100% بأيدك. ومحور هام قبل ما ننهي المحاور، التحكم بردات فعلنا الرياكتينج واستبدالها بالاستجابة اللي هي الريسبوندينج. رد الفعل هو انه الشخص شو عمل نعمل مثله. كل فعل له رد فعل، العين بالعين والسن بالسن. لا بس هيك يعني هيك بصير فينا كوتش كريستينا، بس نكون يعني ضمن نقاشات يمكن حادة شوي او ضمن عم نعطي رأينا نلف التعليمات فورا. تعي نستبدل تعليمات، نعمل أسلوب حياة وأسلوب تواصل. حبيت المداخلة، وخلص نصير نستجيب، مو رد فعل اللي على صوته ما نعلي صوتنا، نضلنا صوتنا ثابت، نوصل له الرسالة بصوت ثابت. وبنهي بقول المصافحة الفعالة، النظر في العيون عند المصافحة. أنا عم مزعل لما الناس عم تصافح بعض، عم تتطلع بالإيدة أو عم تتطلع بالهواء، ليه ما لما نصافح بعض نكون بنفس الوقت عم نتطلع بالنظر
عيون. شو الشيء اللي بنعطيه للشخص الآخر وقت بنطلع بعيونه؟ شو الإحساس اللي بنعطيه؟ إنه أنا إنسان محترف بلغة الجسد، أنا عم مبني ألفة عينية مثل ما عم مبني ألفة مصافحية مثل ما أنا بقول. كتير مهم إنه أنا بحترمك. بزعل لما بشوف بالأعراس أو بإخدانات الخاطر الناس عم تصافح بعضها وعم تطلع براس الإنسان يلي بعد إذا بالأعراس واقفين برات صالة العرس الناس والأهل العريس أو العروس، عرفتي كيف؟ يعني عم نقول مبروك مبروك مبروك، ما عم نقول مبروك أو الله يرحمه، يعني ما عم نتطلع بالعيون عم نزعل. فهذا محور مهم لنبني كمان علاقات كويسة ونترك أثر عند الناس. هلأ كل اللي حكيتي لنا يا كوتش يعني معلومات كتير مفيدة وكتير مفيد إنه نطبقها بحياتنا، لكن إحنا كيف فينا نضل نتذكر هالأشياء المهمة اللي حكيتي لناها ونقدر نطبقها يعني ما ننساها، مو إنه تكون مثلا مفعولة آني؟ حبيتوا السؤال. نحن شو ما حبينا لنقول من هالتقنيات واستراتيجيات تبع التواصل، شغلتين هن: ناخد قرار انه بدنا نطبقها، تاني شي نتدرب. بس اي هي لنعمل اسلوب حياة. نعم. اوكي، ما يكون بس هيك شي حبينا وعملنا لأسبوع ونسينا. لتا تتبني اي عادة بالحياة خدي قرار فيها، طبقيها بشكل يومي، مارسيها لأسبوعين تتشكل عادة، من الأسبوعين للشهرين صار عندنا شيء اسمه عادة أوتوماتيكية، أوتوماتيسيتي من إلا، وبصير هدول التقنيات واستراتيجيات هنن أسلوب حياة. طيب إذا نحن صار عندنا هذا الموضوع وحبينا ننقل هذا الموضوع للأشخاص الآخرين، يعني هذا الأسلوب كيف فينا نحن نعلمه لزملائنا، لشريكنا بالحياة، للصديق المقرب لإلنا يمكن، لحتى هو كمان يقدر يتعامل معنا بنفس الطريقة ونحسن علاقتنا سوا سوا؟ شو بحب الحكي بالتواصل، أهم شيء عندي هو الحكي اللي أنا بسميه التنس الشفهي. تضل العبارات رايحة وجاية بهالهوى مثل الطابة تبع التنس. كتير مهم الحكي. بزعل وبنقهر لما أشوف الناس بشتى أنواع العلاقات ما عم تحكي مع بعض، بس عم تعبر بالفعل، بيقولوا لك الفعل مهم كمان. إيه بس شو رأيكم أنه نعمل حكي وفعل، فعل وحكي، تخيلي الاثنين ماشيينهم بخطين متوازيين. بدنا نحكي كل يوم، بدنا كمان ندرب نحكي على قصة، مثلا يحكوا اليوم شريكين على قصة الإصغاء الفعال، يجي إلا أنا حضرت اليوم الصبح الحلقة كانوا عم يحكوا على الإصغاء من دون مقاطعة، شو رأيك يا زوجتي، شو رأيك يا إختي أنه نبطل نقاطع بعض بالحياة لأنه كذا كذا كذا، يعني يحكوا ياخدوا قرار يتدربوا عليها. قدي حلو التطور الشخصي بالحياة، نياله الإنسان يلي بيحط التطور الشخصي نصب عيونه وبيحطه هو الهدف الأساسي وبيضل ماشي تحت المظلة. يعني كلام جميل اليوم ونكهة خاصة مميزة اضفتي لصباحنا كوتش كريستينا. نحن بنتمنى دايما هالاشياء المفيدة بحياتنا نقدر نطبقها لحتى يكون في تواصل فعال وعلاقة ناجحة وطويلة الامد ان شاء الله. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم كوتش، ويعني بنتمنى كل الناس يكونوا استفادوا من هالمعلومات وفعلا تحول لاسلوب حياة، يمكن كل المجتمع بيتغير وبيتطور اذا فعلا هذا الشيء صار اسلوب حياتنا اليومية. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا للإخبارية السورية وللإعداد ولميسان وأريج. شكرا لك. شكرا. يعني مع هي الطاقة يمكن يلي كنا هلا عم